وقد جاء بلفظ عند أحمد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلق جمع حلقة بإسكان اللام. أيصح أن نقول حلقة؟ الآن معظم ما نتحدث به نقول لجمع حلقات حلقة، أنكرها بعض علماء اللغة وجوزها سيبوي. إذن الكثرة والتي لا خلاف فيها أن تقول عن الحلقة الحلقة ولا تقول حلقة، لو قلت حلقة فقد جوزها بعض أهل اللغة ولا إشكال في ذلك، لكن الأحسن والأنسب أن تقول الحلقة وليس الحلقة.